باسمه نبدأ وعلى اسمه وذكره نتوكل ومنه سبحانه وتعالى دائما ودوما وابدا نطلب التوفيق والسداد والنجاح. نحييكم مشاهدينا بتحية الإسلام الخالدة، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم من هذا الموقع الرياضي من ميدان الخزنة لسباقات الهجنة العربية الأصيلة هنا في هذا الميدان الذي دائما يشهد قمة التحديات والتنافس الكبير والمميز هنا أيضا أعزائي المشاهدين في هذا الصباح الجميل والانطلاقات المميزة على بركة الله وتوفيقه، حيث انطلقنا وعليه دائما توكلنا. انطلقت أيضا أول أشواطنا لسن المفاجآت وسن الحجائج في ديوان التاسع هنا وتمهيدي سن الصغار، أحد الميادين الفرعية، ميدان الخزنة، ميدان الذي أطلقنا عليه ميدان بالأصالة وهو الأصالة بأكملها. على بركة الله نرحب، يسرني ونرحب بكل الحاضرين القادمين من كل حد من وصوب، أرحب بكم بصوتي هناك أيضا كمعلقا في هذا الميدان. أرحب بجميع الحاضرين المنطلقين سواء هنا أصحاب هذه الشعارات أو مضمرين لهذا الهجن. على البركة انطلقنا مع شوطنا الأول، شوط العمالقة، شوط التحدي والإثارة هنا في هذه الانطلاقات، في هذه التحديات والأمنيات الكبيرة. مباشرة إلى المركز الأول المتحدة، حمد بن محمد بن حمد آل فهيدة المري، ضيف قادم إلى هذا الميدان. بينما المركز الثاني من الجانب الأيمن هنا، والتحدي المثير والانطلاق المميز في هذه اللحظات وفي هذا المسار، هذه وبرة يقدمها بوسويد عامر بن ريو بن سويد المنصوري. بينما المركز الثالث المتقدمة في هذا الانطلاق، هذه أيضا العزرة سحمي بن سعيد بن فلاح الأحبابي. والمركز الرابع من الجانب بالأيمن التقدم في هذه اللحظات من رهايب خليفة بن سيف بن محمد المنصوري، والدخول في هذه اللحظات من توافيق للسيد ساري بن محمد بن كراس المهيري بشعار بوراشد. بينما التقدم في هذه اللحظات هملولة هزيب بن سيف بن مبارك الخيلي، ومثل ما قال دشت معاهن واسمها هملولة من تتقدم في هذا الانطلاق. ياهو تقدم من الحجايج، ياهو تقدم من الحجايج، والله يعينها للحجايج، الله يعينها للحجايج. في هذه اللحظات التسعيرات مولعة، وهجن الرياسة هنا دائما تاتي هنا بالتسعيرات، والحجايج طائرات، طائرات الحجايج هنا سواء في الميادين الفرعية أو هنا في التسعيرات. أعود إلى المقدمة هلولة، نعود إلى صدارة هذا الشوط، بحور بحور من تتقدم على المقدمة، أحمد بن راشد بن عبد الله بن أحمد الخاطري المركز الثاني، رهايب خليفة بن سيف بن محمد المنصوري. الكيلو يا أهل الحجايج، الكيلو متر الأخير، الكيلو متر خطير، ولكن هملولة 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 وبن حميدة هملولة هنا يتتقدم هزيب بن سيب بن مبارك الخيلي. والله يرحمك يا سيب بن سيف بن حميدة الخيلي، يتقدم هنا بشعار شعار الكبار، شعار الكبار. المركز الثالث رهايب، رهايب، ولا
لكن الله هوايل وصلت في هذه اللحظات. علي بن عبيد بن عيد المنصوري المنصوري منصوري المنصوري يتقدم. بن حميد راح، بن حميد بدا يقادر على المقدمه الاولى على صداره هذا الشوط. هناك ايضا على البدايه في هذه اللحظات ما بين هملوله وبحور، ما بين بحور وهملوله، ما بين الخاطري والخيلي، ما بين هذه الاسماء الجميله هنا الخاطري، ولكن بن حميده والخاطري الناموس وين في شوطنا الاول. بحور هملوله بحور الخاطري الخيلي هملوله بالفعل. هنا سلام يا الخزنة، سلام مشكور يا بن حميدة هنا على هذا ايضا العرض الجميل على البداية الاولى. تهانينا ياهو من شوط، ياهو من تحدي على مقدمة هذا الشوط. تهانينا للسيد هزيم بن سيب بن مبارك بن حميدة الخيلي، وسلاماتنا 100% الى اهالي الخزنة. المركز الثاني كانت من نصيب بحور حميد بن راشد بن عبد الله بن حميد الخاطري. المركز الثالث هوايل علي بن عبيد بن عيد المنصوري. المركز الرابع الهايب خليفة بن سيب بن محمد المنصوري. والمركز الخامس هذه التوافيق لسيد ساري بن محمد بن كراز المهيلي. وتوقيتنا الزمني 4:48 بالوفاء والتمام والكمال. توقيت جميل هنا أيضا في هذا الميدان، وسلام إلى بن حميدة، سلام على هذا الحضور الجميل. وأيضا التوقيت مقدار 4:48 بالوفاء والتمام والكمال.